تحية طيبة مشاهدينا. واحدة من أهم القضايا والتساؤلات المطروحة في العلاقة المتنامية بين الصين والسعودية هو ما إن كانت الرياض مستعدة لربط سعر برميل النفط بعملة اليوان الصينية، خطوة لوح بها مسؤولون سعوديون أكثر من مرة وطالب بتنفيذها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للرياض ومشاركته في قمة عربية صينية هي الأولى من نوعها وتنبئ بفتح صفحة جديدة بين العرب والشرق الأقصى. هذا الأمر إن تم يهدد بوقف هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، هيمنة مستمرة منذ الحرب العالمية الثانية وتعززت في الاتفاق الذي جرى بين السعودية والولايات المتحدة بالسبعينات عندما سعرت الصادرات النفطية السعودية بالدولار، ومن ثم سارت باقي الدول النفطية على نفس الخطى. هل يمكن أن تنهي السعودية فعلا عصر البترودولار في تحدي مباشر لواشنطن؟ أليس من حقها كدولة ذات سيادة أن تنوع من وجهاتها الاقتصادية وتحالفاتها الدولية؟ هذا وأكثر نطرحه على ضيفينا في المناظرة اليومية. في هذه المناظرة من نيويورك دكتور نصير العمري المحلل السياسي، ومن الرياض سيد فهد الأحمري الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد فهد، في ظل في خضم هذه العلاقة التي نراها تتعزز أكثر فأكثر بين السعودية والصين، هناك سؤال رئيسي ومركزي: هل فعلا تنوي السعودية ربط النفط باليوان الصيني؟ وإن كانت تريد ذلك، هل تملك القدرة والجرأة على تنفيذ هكذا خطوة؟ أهلا بك، أحييك وأحيي زميل من واشنطن نصير والسادة المشاهدين. من نيويورك دكتور نصير. نعم، لا بس الحقيقة ذكر في تقريركم أن السعودية لوحت بهذا الأمر، وأنا حقيقة لم أشاهد أي تقرير رسمي من شخصيات رسمية بهذا الشأن، وربما هذا الأمر مجرد هي تكهنات، وإذا كان التكهنات هذه تهز العالم الغربي، التكهنات المتوقعة من الرياض تهز العالم الغربي، فهذا مما يسر حقيقة أنه القرارات أو التوقعات التي قد تصدر من الرياض يكون لها هذا الاهتزاز وهي مجرد تكهنات، فما بالك لو كانت حقيقة. قد يكون الرياض تروح بهذا الشيء، لكن غير لم يبدو هذا بطريقة رسمية، قد يعني يحتمل أنه حدث هذا يعني في مقابل تعريض منظمة البترول أوبك بلس بمسألة الدعاوي القضائية لمكافحة دعوى الاحتكار، ولكن الوقت حقيقة غير مناسب، لم يحن بعد في هذا الأمر، والظاهر الآن أنه لا يوجد أي نية بهذا الخصوص لدى الرياض بالدفع بالعملة الصينية. نعم دكتور نصير، صحيح لا يوجد ربما تصريح رسمي سعودي بذلك، لكن في الآونة الأخيرة سربت الكثير من المعلومات والأنباء نقلا عن مسؤولين سعوديين أن أمرا كهذا يمكن أن يحصل، وهذا ما بدأ يقض مضاجع الأمريكيين، لماذا؟ تحية لك وللأستاذ فهد والمشاهدين. في الحقيقة يعني الجانب المالي من تحول الرياض إلى اليوان الصيني يعني هو جانب مهم، ويجب أن لا ننكر أن الولايات المتحدة وعملتها يعني الدولار هي تعتمد على العلاقة مع السعودية ومع دول الخليج بالإضافة إلى علاقات دولية أخرى، فيعني تحويل أو تحول الرياض إلى التعامل بالكامل أو بشكل جزئي إلى اليوان
مهم وهو خطوة أولى، ولا أقول بأنه خطوة يعني نهائية، هي خطوة أولى لتحول قد يكون يحتاج إلى عناصر أخرى ليصبح تهديد للدولار الأمريكي. ولكن كما قلت هناك أمور غير واضحة ولا يستطيع أحد التكهن بها فيما إذا فعلا تحولت الرياض إلى العملة الصينية، لأن يعني الولايات المتحدة هي ليست فقط دولار، هي دولة أكبر دولة ديمقراطية لها نفوذ عالمي. التعامل بالدولار وربط يعني النفط وبيع النفط بالدولار يعني هو مهم للسعودية وكذلك مهم للولايات المتحدة، ولكن أقول بأن هذا التحول يعني سيقوض الدولار هو غير صحيح. هناك عناصر كثيرة منها سياسية واستراتيجية، ولكن بكل تأكيد هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة يعني ليست على علاقة طيبة مع القيادة السعودية في هذه المرحلة، وهذا شيء يعني يمكن الحوار والنقاش حوله. لكن بكل يعني الولايات المتحدة غير مرتاحة لهذا التقارب الصيني الأمريكي. سيد فهد، كما تفضل دكتور نصير، الموضوع ربما لا يتوقف عند مسألة تسعير النفط باليوان، لكن السعودية تتقرب أكثر فأكثر من الصين وتبتعد عن الولايات المتحدة التي هي تعتبر أكبر قوة سياسية اقتصادية عسكرية، الأمر الذي لا يرضي الولايات المتحدة إن لم تقل ذلك بشكل غير مباشر، لكنها لمحت ولوحت في أكثر من مناسبة أنها تنظر عن كثب إلى ما يجري بين السعودية والرياض. نعم، تهمة اليسار الأمريكي بمحاولة إظهار الرياض وكأنها تتخلى عن واشنطن هذا أمر غير صحيح. الواقع أن السعودية مثلها مثل أي دولة في العالم تبحث عن مصالحها، والتنوع الاقتصادي وفي السوق العالمي أمر يعني محمود ومطلوب. والحقيقة إذا كان يعني العالم الغربي ومنها أمريكا غضبون من التقارب يعني السعودي الصيني أو العربي الصيني، فهذا شأنهم، ربما لعلهم فوتوا الفرص الكثيرة التي جعلتها لهم المملكة العربية السعودية والدول النفطية في الاستثمار، لكن بدأت واشنطن تفرض أو تحاول فرض قيم ويعني أمور لا يمكن القبول بها، بينما الواقع أنه البزنس مع الجانب الصيني هو يقوم على الاحترام المتبادل لكل القيم والمبادئ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. الصين لا تملي أي رغبات ولا متطلبات داخلية ولا يعني فرض قيم معينة مخالفة للمبادئ العالم العربي. الصين تحترم السيادة الوطنية، وفي العالم في الجانب الآخر بينما العالم الغربي يتشدق ببعض المبادئ التي يحاول فرضها، وكذلك في موضوع حقوق الإنسان، والذي حقوق الإنسان مهضومة واضحة في العالم الغربي وبينما هو يتشدق بها. صحيح نحن ربما نحتاج لبعض الإصلاحات إلى ندعي الكمال، لكن الواقع أنه الأمر يعني بالنقد البناء وليس بفرض الهيمنة لا في السوق الاقتصادية ولا أيضا في مجال القيم والمبادئ أو دعوة حقوق الإنسان. دكتور نصير، سمعت ما قاله السيد فهد، لم يكفي الولايات المتحدة أنها استفادت لعقود من السعودية وكذلك استفادت من نفطها ومن البترودولار، وتأتي أحيانا لتريد أن تملي عليها وتتحدث عن قضايا داخلية وعن حقوق الإنسان، بينما الصين ها هي تبني علاقتها ولا تريد أن تتدخل بشؤونها الداخلية ولا في سيادتها.
لو كنت مكان السعودية ألم تجد أنه من الأفضل أن تقوي علاقتك بالصين؟ هكذا يتساءل سيد فهد. لو كنت مكان السعودية لاحترمت حقوق الإنسان وتوقفت عن ملاحقة وسجن السعوديين من أجل تغريدة. يعني هناك سيدة سعودية أدخلت السجن 34 سنة بسبب تغريدة، فيعني هذا هو سبب تقرب ولي العهد السعودي من الصين، هو أنه يعني كما قال السيد فهد هو لا يريد أحد أن ينتقده في ملف حقوق الإنسان. ويعني الغريب أن السيد فهد وهو يعمل كصحفي يعني لا يريدنا أن ندافع عنه وعن حياته لكي لا يحصل ما حصل يعني مع جمال خاشقجي، فلا أعرف لماذا ينزعج عندما نقول بأن السيد فهد صحفي هو له حقوق إنسان ولا يجوز قتله وتقطيعه بسبب رأيه. هل هذا يعني ما تهرب منه السعودية إلى أحضان الصين، هذه الدولة التي تقمع سكانها وأهلها كما تفعل السعودية تماما وتقتل المسلمين حتى دون أن تشجبها المملكة العربية السعودية التي تقول بأنها دولة ترفع شعار الإسلام والدين، وبينما يقتل الإيغور المسلمون ويغتصبون وغير ذلك. ورأينا ما فعلت الصين أيضا في هونغ كونغ، يعني شردت أهلها وأنهت الديمقراطية. فهل هذا هو النمط الذي تريده القيادة السعودية لمستقبل العالم العربي، أم أن هناك طريقة أخرى يأتي إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ فنعم أنا يعني أعترف وأتفق مع السيد بأن الزواج بين السعودية وبين قيادتها الحالية طبعا وبين الولايات المتحدة هو زواج يعني كما يقال هو زواج مصلحة، وهناك تنافر كبير. هذه دولة ديمقراطية تنادي بحقوق الإنسان، دولة يعني استبدادية ورجل واحد بدون أي مرجعية للشعب السعودي. فنعم هناك تنافر، هذا يعني يلتقي مع الصين، ولكن مع ذلك أظن بأنه ولي العهد السعودي يخطئ خطأ كبيرا بالابتعاد عن التحالف مع الولايات المتحدة والتقرب من الصين. وهذا الخطأ في الحقيقة هو خطأ استراتيجي قاتل، لأنه الصين نفسها متحدة وتتاجر معها، والسعودي يعني يضع نفسه في معركة ليس له مصلحة بها. هذه دول عظمى تتناطح، والسعودية تبيع النفط ويجب أن تبقى على بيع النفط. ونعم للعلاقات مع الصين وربما بشكل جزئي تبادل مثلا النفط مقابل اليوان الصيني لا بأس بذلك، ولكن لعب دور استراتيجي بين معسكرين يتناطحان عسكريا واستراتيجيا هو ليس في مصلحة السعودية. وأظن بأن التحول إلى المعسكر الشرقي القمعي الاستبدادي التوسعي كما رأيناه في روسيا هو خطأ أخلاقي واستراتيجي بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ومبرره على فكرة مبرره هو غضب شخصي من ولي العهد السعودي من عادات الغرب. نعم. الكثير من النقاط ذكرتها دكتور نصير ربما سوف ندع سيد فهد أن يرد عليها على حدة، لكن سيد فهد يعني ذكر دكتور نصير نقاطا ملفتة للانتباه، يقول أن الصين تضطهد مسلمي الإيغور، الولايات المتحدة والسعودية كان حلفاء عندما تعاونوا ضد من يضطهد العرب والمسلمين، سواء كان ذلك صدام حسين عندما غزا الكويت أو سواء ما جرى بحق مسلمي الكوسوفو والبوسنة والهرسك. يعني الولايات المتحدة من كانت متحالفة وساعدت العرب والمسلمين في أكثر من محطة وأكثر من مناسبة، والآن تذهب إلى السعودية إلى من يضطهد المسلمين كما يقول دكتور نصير، ما رأيك؟ والله الحقيقة شيء غريب أنه هناك خلط في الأوراق اللي تتحدثون عن أمور سياسية وعسكرية بينما الحديث عن موضوع تجارة يعني تبادل مصالح مع الصين. فإذا أردتم الحديث في هذا المجال وعن حقوق الإنسان فنحن يعني أيضا نتحدث عن حقوق الإنسان. أولا لا أريد
الصديق نصير أن يتحدى أو أن يدافع عن حقوق الصحفيين ولا عن حقوقي، أريد فقط أن يدافع عن حقوقه في أمريكا وهو ربما مواطن أمريكي، ولكن تذكر أنك مواطن ملون وأنك مهاجر، وبالتالي فعليك الدفاع عن نفسك أولا، لأنه في الصعيد الداخلي الأمريكي تعتبر أمريكا من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان، يعني بحيث أنه يعيش في المجتمع الأمريكي فيها عنصرية فجة وفقر يعني مدقع في مناطق السود والملونين، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الجريمة والانحلال الخلقي بين جيني. لحظة أنا ما قطعت. طيب لا ننسى دكتور يعني نصير فقط ليكمل العبارة وسوف نعم تفضل سيد فهد. ارتفاع نسبة الجريمة والانحلال الخلقي في جنبات المجتمع الأمريكي، وأدعو لصديقي في نيويورك طبعا أن لا يخرج في المساء المتأخر في أمريكا، لأنه قد يحدث له ما لا يحسب وما لا. سيد فهد بيت القصير لن أشاهده زميلي في مناظرة عموم التمييز العنصري وحقوق سيد فهد، أنت تقصد بأن الولايات المتحدة لكي نعود إلى صلب الموضوع، أنت تقصد بأن الولايات المتحدة ليست في مكان يؤهلها لتتحدث عن حقوق الإنسان سواء داخليا أو دوليا. وصلت وصلت هذه الفكرة، لكن أريد أن أسألك سؤالا آخر. أيضا حتى نقطة واحدة ما ذكرتها، أنا تحدثت عن الجرائم المحلية وعن حقوق الإنسان المحلي بالإضافة إلى الجرائم الأمريكية من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم. قاعدة واشنطن 75 حرب وتدخل عسكري ودعم لانقلابات عسكرية نفذتها الولايات المتحدة في مناطق شتى من العالم. سيد فهد جميل، احتفظ بهذه الفكرة، لكن دكتور نصير يقول أن كل هذا الكلام الذي نسمعه أيضا من مسؤولين ومحللين سعوديين آخرين يأتي فقط في لحظة وفترة عابرة، خلاف شخصي بين ولي العهد والإدارة الأمريكية، ويمكن أن تنتهي هذا الخلاف ربما بتغير الإدارة الأمريكية وأن تأتي إدارة جمهورية. لا أبدا، ليس خلاف شخصي ولا له علاقة بالخلاف الشخصي. الموضوع رؤية 2030 من عام 2016، انطلقت من عام 2016. طيب، بتنويع الموارد المحلية وكذلك تنويع الاقتصادات العالمية للمملكة العربية السعودية، وهذا القرار أو الرؤية من 2016، يعني في الفترة الجمهوريين أيضا وربما قبلها. على العموم يعني أذكر بأنه يعني إدارة الرئيس الكندي عام 64 في عملت انقلاب عسكري في البرازيل التي أمريكا تعتبرها حديقة للولايات المتحدة، وفي 69 غزا الأمريكان بنما، وفي 92 كان لا يقل عن 1000 صومالي قتيل جراء ما فعلته في الصومال. بالإضافة هناك تخوف، هناك تخوف عليكم بأن مشروع الحزام والطريق الصيني أيضا يعتبر غزوا واحتلالا من نوع آخر. لا تخافون علينا، نحن ندرك الأمور تماما. الموضوع كله يعني علاقات تجارية ولا يمكن يحدث من هذا القبيل. هي أوراق في عقود صفقات، ربما بدأت الجلس أو الغيرة من العالم الغربي لهذا التقارب، وهذا هذه قضيتهم لأنهم فوتوا الفرصة عليهم. طيب. والمسألة بزنس تو بزنس. نعم، تجارة. دكتور نصير، الصين أبرمت اتفاقيات بعيدة المدى شبيهة مع إيران، الآن السعودي ويأتي ويقول لك أفضل لي أن أتقرب من الصين، خاصة أن لها علاقات تجارية مع إيران، ويمكن أن تلعب الصين جسرا ووسيطا بيني وبين إيران بدلا من الولايات المتحدة التي حتى الآن لم تتوصل إلى شيء فيما يخص المفاوضات النووية، لم تتوصل إلى شيء فيما يتعلق بحماية ودفاع عن دول الخليج، هي لا تستطيع حتى
حمايتها من بضع صواريخ حوثية. الآن السعودية والخليج يرى في الصين حليفا أفضل استراتيجيا اقتصاديا عسكريا، أليس هذا السيناريو أيضا مطروح؟ يعني أنا مع أن تقوم المملكة العربية السعودية ببناء علاقات وثيقة مع الصين وتأمين مصالحها الاقتصادية. أنا يعني لا يعني أتفق مع الأستاذ فهد بأنه يجب أن يكون هناك، وهي في الحقيقة يعني فيها بعض الذكاء، لأن إيران يعني شجبت هذا التقارب السعودي الصيني، وهذا أيضا يعني شجبته يعني روسيا لا تحب هذا التقارب الصيني السعودي. فهناك جانب إيجابي للمملكة العربية السعودية أن يكون هناك بعض التوازن. ولكن يعني السيد فهد يقول الغيرة وما الذي سيفعله الغربي، يجب يعني أن يتذكر السيد فهد بأن عندما هوجمت أرامكو يعني وعندما هاجم الحوثي المملكة العربية السعودية لولا الأسلحة الأمريكية والدعم الأمريكي لا يعني لتمكنت قبيلة الحوثي من هزيمة الجيش السعودي، وهو يعني في حرب كانت من المفروض أن تستمر عدة أسابيع، استمرت 6 سنوات وما زالت مستمرة. فيجب أن يدرك صانع السياسة السعودي بأن محاولة اللعب يعني على الحبلين هذه لا تنفع السعودية، لأن إيران هي حليف للصين وروسيا، ولن تتخلى الصين وروسيا عن إيران بأي ثمن من الأثمان. ويعني يتساءل السيد فهد ما الذي يمكن أن تفعله أمريكا، يعني كما أنك تقول بأنه هذه علاقة تجارية يعني تقايضية، يمكن لأمريكا أن تسحب التكنولوجيا الحديثة من السعودية، خاصة بعد أن وقعت السعودية عقود كبيرة مع شركة هواوي الصينية التي هي ذراع للتجسس على السعودية وعلى أمريكا. فالآن أتوقع أنا يعني في المستقبل أن تسحب الولايات المتحدة كل الأسلحة الحديثة والحساسة والتي تحتاجها السعودية والتكنولوجيا التي تحتاجها في مدينة. لماذا تملي الولايات المتحدة على السعودية ذلك؟ لماذا تفرض عليها ذلك؟ هي دولة أساسية، دولة الحق في تنويع اقتصادها وتحالفاتها وعلاقاتها. لماذا إن كانت تريد أن تتقرب من دولة أخرى تأتي وتقول سوف أفعل كذا وكذا بك وأشن حرب عليك وحرب اقتصادية؟ لماذا؟ لأن هذه العلاقة هي تؤثر على الولايات المتحدة. يعني عندما تدخل شركة هواوي والتي هي معروفة بأنها ذراع للتجسس وطردتها كندا وأمريكا، تدخلها إلى السعودية وتوقع معها عقود، هذه ستسرق كل التكنولوجيا الأمريكية المتواجدة في المملكة العربية السعودية. فلذلك السيد فهد يقول بأنه كله يعني بزنس في بزنس، فالولايات المتحدة ستحمي البزنس وستسحب هذه الأسلحة والتكنولوجيا، وسنرى كيف ستقف السعودية أمام قبيلة الحوثي التي يعني لم تستطع هزيمتها حتى بالدعم الغربي. فهو يعني هذا طريق يعني سيف ذو حدين يا أستاذ فهد، وأظن بأنه يجب التفكير مليا، لأن السعودية ليست في مكان يمكنها أن تسلم رقبتها لإيران وللصين ولروسيا. نعم سيد فهد، أنت وغيرك من الخليج والسعودية قالوا إن الموضوع أتى اعتباطا وأتى بناء على حسابات اقتصادية ولا نتعمد استفزاز أحد، لكن هم في الولايات المتحدة يتهمونكم بأن كل خطوة تنفذ من التقرب من الصين وهذه القمة الكبيرة وخطوات أوبك بلس تعتبر تحديا مباشرا لواشنطن، ويمكن أن ترد واشنطن بسحب كل أسلحتها وتكنولوجيتها من السعودية كما قال دكتور نصير. ما ردك؟ هذا المفهوم خاطئ. نحن مسؤولون عن ما نفعل ولسنا مسؤولين عن ما يفهم الآخرون. ولا أعتقد أن أمريكا بهذا السخف بأن تفعل ما ذكر من السيد نصير ومن غيره. الأمر يعني في النهاية يعتمد على المصالح، ولا شك العالم يتفق أن المسألة في السياسة هي مصالح، لكن وهل من مصلحة أمريكا فعل هذا؟ لا يمكن أبدا يكون من مصلحة أمريكا. في النهاية هناك عقلاء في السياسة الأمريكية يبحثون عن مصلحة بلدهم وليس من أجل يعني لحظة تهور أو انتقام، لا يمكن أبدا هذا أمر. الأمر الآخر أنه الضيف العزيز ذكر أنه لا يمكن السعودية تدافع عن نفسها عن قبيلة
عائلة الحوثي. نحن لسنا، أنت وتعلم أن الموضوع ليس قبيلة الحوثي صديقي، الموضوع فيه إيران وفيه بعض الدول الغربية في مواجهة السعودية في هذا الموضوع. ثم أنه أولا السعودية تدافع عن نفسها، وأمريكا لم تطلق رصاصة واحدة باتجاه الحوثي، ولم تدافع عن السعودية بأي وسيلة كانت. السعودية تدافع عن نفسها صحيح بأسلحة غربية، وهذا بزنس أيضا، نرجع نقول هذا موضوع بزنس. ثم أنه السعودية هي لوحدها تدافع عن نفسها، ولولا احترام الإنسان اليمني لقلبت اليمن، لقلبت السعودية اليمن على نعم. لكن هذا موضوع هذا جزء من احترام حقوق الإنسان في اليمن. انتهى الوقت للأسف. أشكركم السيد فهد الأحمري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الرياض، ومن نيويورك دكتور نصير العمري المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما، وشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا. بهذا نصل إلى ختام المناظرة اليومية، شكرا للمتابعة، تصبحون على خير.